بنيجي للراجل القوس. القوس عاطفي جدا 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 جدا، راجل القوس عاطفي جدا جدا، ويمكن اللي مبهدله واللي عامل له مشاكل بقاله كذا سنه، اوكي، ان هو متردد على ان هو مش واقف على الارض صلبه، على ان هو مش عارف هو عايز ايه، ان هو عاطفي بزياده. هتلاقيه يبقى مثلا متجوز ويفكر في حد، وتلاقيه فجأة رجع عنده حنين للماضي، حد مر من قدامه وشاف حد يحن للماضي، فهو عاطفي جدا، بس عيبه ان هو مش يعني مشتت نفسه في كذا حد. اوكي، ست القوس عاطفيه جدا وحساسه جدا، بس بتحب الحاجه الشيك، يعني دايما وهي بتختار بتنقي الحاجه الشيك، لان هي المنظر يختلف معاها او الشكل يفرق معاها، خصوصا لو هي شخصيه قويه او من عيله او الحاجات دي تفرق معاها جدا.